خديجة هانم، هات الحلاوة يا خديجة هانم، يا سراجع ومعاه يوسف. روحي روحي رجعت. جت عليا لحظة ما كنتش مصدق إن ربنا هيرجعني تاني. ربنا عارف إنه مستنياك، مش هيكسر قلبي أبدا. الحمد لله على السلامة يا يوسف بيه. الله يسلمك يا عم ياسر. بالله على السلامة يا بيه. الله يسلمك. خد يا بامبا، مش عايزة الحلاوة. كتر خيرك يا خديجة هانم. الحمد لله على السلامة يا بيه. الله يسلمك. على سلامتك يا حبيبي. الله يسلمك. ايه ده؟ في ايه؟ متهيألي في حد فوق. خلي بالك. من ايه؟ القصر ده حكايته مش بتموت، بتفضل عايشة فيه. أفندي، إيه مطلوب بقى حضرتك؟ لا ولا حاجة، بس خلي بالك وخلاص. لا بص يا باشمهندس، أنا مش باشمهندس، أنا يوسف خريج آداب قسم تاريخ. طب بص يا أستاذ آداب والتاريخ، لازم تعرف حاجة عن سلمى فاروق. أنا متحصنة، والسبحة اللي في إيدي دي مش إكسسوار، لا دي متكلفة جامد، وعليها ذكر ياما، ياما بالإسكندراني زي ما أنتوا بتقولوا، ها؟ وساعة الجد ألوش بيها العفاريت والإنس كمان. إحنا معانا ربنا يا عم الحاج، نخاف من مين؟ ماشي تمام. ايه مالك كمل، في حاجه؟ خايف من حاجه؟ فرحه خديجه هانم برجوع ابنها، وفرحه عيون يوسف بنادره، وكانت فرحه القصر ماليه اسكندريه كلها. الله، مدهشة. ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ عيبك ده يا راجل قدامي قدامي. ايه ده؟ بنت، هنا بنعملش كده يا حبيبي. نورت قلبي يا يوسف، تعالى.
يا علي، عم ياسر رد عليك ولا لسه؟ لسه. اديله وقته، القصر كله هايص. يوسف بيك راجع من بلاد الخواجات. خليك في اللي شريك يا علي، أصداف بتحبك وشرانية. وسيبك من القصر واللي فيه واللي القلب شريه. بوصاتي نبيعوه لمين؟ مش لازم انت تبيعه، أجره. ادي اخرة الطلاع فوق. لم دورك يا نبوي. مساء الخير. فات البيه. زكريا، انا ما كانش قصدي. احنا ما تعودناش على كده يا بيه. صوتها حلو وبتعزف حلو قوي، حبيت اشكرها، لكن الظاهر ان الطريقه ضايقتك. جايتك لحد عند هنا الدنيا كلها عراسي من فوق يا بيه، واللي ما يقبلش العذر عايب. عذرك مقبول. اسمك نادرة؟ ايوه. الحمد لله على سلامة حضرتك. الله يسلمك. ايه الصوت والعزف ده؟ جميل قوي. ولا بنات اوروبا. مين علمك كده؟ بتعمل ايه عندك؟ انا بدور عليك. نزلت علشان اصالح عم زكريا. كان ممكن ندهله وتصالح فوق. وانت بتعملي ايه؟ عايزه تتصالحي برضو؟ اني؟ لا، مش ناقص غير اني انزل انا كمان. طب يلا اطلع. حاضر. نادرة، تاني مرة ما تنزليش غير اما تقولي الاول. امور انت يا يوسف. شكرا يا خدي. بس انا برضو ما عرفتش انت بتعمل ايه هنا. انا حارس قضائي على القصر ومسؤول عنه رسمي. غفير يعني؟ امال ليه اتقمصت اما كرمشت لك الفلوس في ايدك؟ حركه بيئه صح؟ انا مش غفير، والحركه فعلا بيئه. انا حارس لاني وريث. انا يوسف الثالث قلت لك. ده على اعتبار ان انا عرفت يوسف الاول والثاني؟ يوسف الأول هو يوسف بيك نوار صاحب القصر، ويوسف الثاني هيبقى جدي. يوسف الثالث يروي قصة قصر يوسف الأول، عنوان في الجون. حاسك بتحكي كده عن عبد الله البري والبحري وجو ألف ليلة وليلة قوي. قول يا شهرزاد. أنا اتكلمت معاكي عشان صدقت إنك بتعملي حوار صحفي، لكن واضح إنك بتهرجي. إيه ده إيه ده إيه ده؟ والله العظيم مش بهرج، أنا بعمل حوار صحفي بجد. أنت اللي كشري، سوري معلش. القصر ده المفروض انه هيدخل اثار خلال شهور قليله، اقل من سنه، وانا مش هيبقى لي اي وجود كواريث، والدوله هتستولي عليه تماما. كل ده مش مهم. انا اللي يهمني ان الدوله تستولي عليه فعلا وتحوله القصر فنون مش بنك زراعي. وانا مش عاوز حاجه لنفسي. نعم، انت بتتكلم جد؟ انت مش عايز القصر؟ ايوه، مش عاوز القصر. انا عايز الدوله تستولي عليه بالكامل، ونفسي حلمي يتحقق انه يبقى قصر للفنون. الروح النبيله دي يا يوسف، هو في كده؟ هي دي الحقيقه، بس في نفس الوقت في ناس تانيه مش عاوزه ده يحصل. وكل يوم بتعرض لضغوط ومساومات ومحاولات للرشوه عشان اسيب القصر يتهد قبل ما الدوله تستولي عليه ويتحول لعماره من العماير اللي انت شايفاها حوالينا دي. اعوذ بالله. طب هو مفيش دليل على ان القصر ليه اكتر من 100 سنه؟ في اكتر من دليل. مجلد التراث والطراز المعماري للقصر وحكايات علي بحر والبساطي والشيخ الزهار
وكلام كفافيس كل ده مكتوب في كتاب المؤرخ جوني منصور. ما بشوش عليا ايه الاسامي دي كلها، انا مش من هنا. شوي شوي عليا بس. انت جدتك نادرة بنت خديجة هانم اخت يوسف نوار صاحب القصر، تبقى حضرتك خالص. حضرتي مش كده، ولا لسه قلتلك نادرة تبقى لي ايه؟ واسمعي بصبر علشان تفهمي. سوري، ومش افضل حياتي كلها اقول لك سوري. نبدأ بخديجة هانم. بتتبسطي قوي لما تقعدي هنا، ملكة قاعدة على كرسي العرش. ما كانتش كنبة دي اللي عملها نوار باشا؟ كنبة الحب يا يوسف لما يبقى حاجة تقدر تشوفها كل يوم قدام عينيك، كأن نوار باشا بيقولي بحبك كل يوم. كل نظرة، كل لمسة بيني وبين الكنبة دي كلمة حب بيقولها لي. انت شفت وصفتني ازاي؟ شفت حبه؟ هو الحقيقة ده مش كلام أبوي، ده كلام ابن الفارض في الحب الإلهي. حتى لو مش كلام، وكلام ابن الفارض، مين اللي حس إن الكلام ده عشاني أنا؟ مين اللي اختاره عشان يكتبهولي؟ أبوك ولا ابن الفارض؟ كده انت تكسبي. اكيد حب خديجة هانم هو اللي خلى قلب نوار باشا ينقش الشعر الجميل ده ليها. وانت ايه، مش ناوي تنقص كلام جميل كده لحد؟ انا دعيت ربنا يا يوسف يطول في عمري لحد ما اشوف احفاد احفادك. ليه مش عايز دعوتي تبقى مستجابة؟ لا خلاص، مادام دعيتي يبقى ربنا هيستجيب. وعشان ربنا يستجيب لازم تشوف وتنقي وتختار. حاضر، هشوف. صفاء ولا ماء، ولطف ولا هوى، ونور ولا نار، وروح ولا جسم. الله، كلام سيدي ابن الفارض. خير يا رب، يا ترى ايه العلامة دي؟ طيب علامة ايه؟ ما تشغلش بالك، حاجات كده مع نفسي. لا، ممنوع القعد هنا. اشمعنى؟ عشان الكنبه دي لازم احافظ عليها، والقعاد كتير عليها خليها تتبهدل وهي مش مستحمله. ممكن تقعد هنا. اتفضلي. مش عايزه. ايه ده؟ انت بتعيطي؟ معرفش، المكان، الكنبه. عيطت وخلاص بقى. براحتك، الناس ممكن تعيط عادي يعني. طبعا تمام. اتاتا هدى لي صاروا وادي اللي كان مالكش حق، مالكش حق. ايه ده؟ انت سامع الصوت؟ اكيد اوتيل قريب وحد بيعزف، بس عزفه حلو قوي. يعني ايه؟ يعني المزيكا دي مش من اوتيل قريب من هنا؟ الله اعلم. ها، زهقتي؟ لا خالص، بس لازم ننجز عشان اروح للاب والام. انا مش هبات هنا يعني. اتعمدت اني ما بطلش حكي ليلتي. عايزك معايا اطول وقت ممكن. بقيت نحكي كل الحكايات، اللي حصل واللي في خيالي. عايز احكي طول الوقت وانت تسمعيني، وانت كنت طول الوقت بتسالي عن نادرة. نادرة، نادرة بتسرح انت والوقت بيجري. نادرة اسكت خالص، مش عايزه دوشي. فهمني؟ فهمني؟ بتعملي ايه هنا دلوقتي؟ يوسف بيه؟ كنت فاكره انا بس اللي صحي. باجي هنا لما الناس تنعس قبل الفجر كله نايم، الا انا والجماعه اللي بيغنوا بعيد دول ويضحكوا، ومش عارفه احسهم جاي من فين.
وورق الشجر اللي بيضحك ده وفنجري. القط اسمه فنجري؟ ومين اللي سماه فنجري؟ أنا. اشمعنى فنجري؟ يعني شكله فنجري، باين عليه انه فنجري. بعتذر لو كنت خضيتك، شكلي كده بوظت سرحانك. حضرتك بوظت كل حاجه، كل حاجه. أنا كنت فاكرة أنا لوحدي اللي صاحي، طلع في حد تاني صاحي واتلخبطت وهمشي. استني، خليكي أمشي أنا. مقدرش أقول كده، قصرك وجنينتك وبراحتك، أنا اللي قلت أقعد أفكر شوية قبل ما أنام. تصبح على خير. استني، كنت بتفكري في إيه؟ يعني مش هفكر قوي، هو سر بس هقولهولك. أنت جدع ومش هتقول. قولي، أنا جدع ومش هقول. وما تلقوش ولا تتعجب على حديث. لا، لهجتك جميلة، قولي، إيه بقى السر؟ عايز أقول لخديجة هانم تسمح بنزولي تحت عند أبوي. ليه؟ حد يكون فوق ويعوز ينزل تحت؟ أنا فجرية. ليه فقرية؟ أصل أنا مش من فوق الصراحة، وأنزل بخطر أحسن، تيجي مني. ما حدش قالك انزلي. هي ممكن تكون هتقول لي كده بكره او بعده، انا حاسه كده. ما ينفعش ابقى فوق وحضرتك فوق، واكتر من كده هيبقى كتير عليا وعليها، وانا زعل خديجه هانم حاجه كبيره عندي جو. ما ينفعش اقول امي بعد امي، بس نفس المعزه ومقامها محفوظ. معقوله؟ يعني انا اجي انت تنزلي؟ شوف، هي الدنيا كده. عن اذن حضرتك. وفيها ايه؟ دماغنا اخي على دماغنا يا منجد، علي المرتبه واعمل حساب الشقلابه. دماغنا دي قله حياه. الفن ياسمو يا اخوانا. ياسمو؟ ياسمو ايه ان شاء الله؟ الفن يجمع بين الرقي والهلس، واي فن يخلو من الهلس والخلاعه ملوش في الودن عازه يا شيخ زهار. وانت مالك انت ومال الفن؟ بتدافع عنه بصفتك ايه؟ ده انت مهياس افاق كذاب ماجن اشر. اشر؟ اي نعم اشر. وها هو علي بحر قد جاء متطوحاً. أين كنت يا موج البحر؟ كنت جنب سور المحبوب بنشوفه وهو في حضن عين حد تاني. كل حاجة حواليهم كانت بتنطق بالحب. والله يا مسكين ستقتل ككلب بلدي بجوار القصر. ندرة؟ ندرة مع مين يا بحر؟ كأن الحب كان مستني الحبايب يا بساطي. كل حاجة كانت حلوة، حاجة واحدة بس اللي ما كانتش موجودة في الليلة دي، نصيبي. ما كانش الحب من نصيبي يا شيخ زهار. وأنا إيش دراني من الحب جاي الواحد الحرب جابته من اخر الدنيا علشان يحب حبيبتي. يوسف بيك، ايوه دي تخاريف السكر يا بحر. ازاي البي يحب نادره؟ انت بس اللي غيار وبتخبص على حالك، بتغير على اصداف وانت ما بتحبهاش رغم انك عارف شغلتها، وبتغير على اللي بتحبها من الاوهام. فوق يا بحر، ايش جاب يوسف لنادره؟ حسيت يا بصوتي، حسيت من وقفتهم مع بعض ونظراتهم لبعض انه مغرم زي. لا 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 لا، هما نظرة الاكابر كده. انت بس عشان صعلوك شايف الادب حب. ايوه، اوصف له معنى الادب يا بتاع يا منجد علي المرتبه واعمل حساب الشقلابه. شقلابه ايه يا ولا؟
تعالي. أول يوسف مسافر حسيت إني بقيت لوحدي قوي. أبوه كان حبيبي، مات فجأة يا نادرة، ما كانش عيان، كان قاعد جنبي على الكنبة اللي في الجنينة وابتسم لي ابتسامة حلوة وحط راسه في حضني ومات. ما فضليش غير يوسف، بس كان لازم يسافر برا حسب وصية نوار باشا، وبقيت لوحدي قوي. وفي عز الوحدة دي شفتك بتبتسمي بخجل وانتي ماسكة في ايد زكريا وهو بيطلب شغل، قلت البنوتة الحلوة دي هي اللي هتونسني، وخليتك جنبي وخليت اوضتك جنب اوضتي. بس يوسف خلاص رجع وانتي كبرتي، نادرة ما بقتش طفلة، انتي بقت مامازال عروسة. انا كنت هطلب من حضرتك ان انزل تحت. اكتر حاجة بحبها فيكي انك ذكية، كل حاجتك اللي هنا هتنزل معاكي تحت. تحت امر حضرتك. وهتفضلي دايما نادرة غير كل اللي تحت. بتفسح ايه بس يا استاذ بوحي؟ انا في استقبال مستشفى سيدي بشر، بصور ايه هناك؟ بجبس رجلي، رجلي اتكسرت. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله داس عليها الترام وانا بعدي. لو كان الكدب بيطول المناخير كان زمان مناخيرك في القاهره. قارئ بنوكيو انت وكده. ايوه قصر ايه يا استاذ بوحي؟ بقول لك بجبس رجلي. حاضر هروح بكره نط برجل واحده. طيب والنبي يا استاذ محي ما تقولش لحد، الله يخليك، ان انا رجلي اتكسرت. ها ماشي، باي باي. ده مش كدب خالص على فكره، انت لو تعرف استاذ محي كويس هتعرف ان لازم اقول له كده، لانه اكيد هيحتس ويندم ويبعت حد تاني يشاركني في الموضوع، لان حامد اكيد ادهم له. تعرف حامد؟ لا. طيب خلاص كمل. ما اقدرش اوصل الجواب يا بح، انا مش مرسال غرام يا بح، والبنت كفايه اللي هو فيه. وبعدين ثم انا ايش دراني ايه اللي في الجواب؟ اسمع يا بح، مالكش صالح لا بيا ولا بيه. انت فاكرني ايه؟ انا عوزي محترم، عندي ناس محترمين يا علاتي.
النهارده فرح نادرة عندنا وسطنا. ربنا يخليكي. من ساعة ما زكريا جه هنا وانتي معاه واني خايفة عليكي من طلوعك فوق. ليه؟ قلت له هتعيش متعذبة يا زكريا، لا هي من فوق ولا قاعدة مع اللي تحت زي هدهد سيدنا سليمان. وماله هدهد سيدنا سليمان؟ لما طار من غير إذن وسأل عليه ما لقاهوش، قال لما يرجع هعذبه عذاب ما تعذبهوش حد. ولما سألوا الجن إيه هو العذاب اللي ما تعذبهوش حد، قال إني هحطه وسط جنس غير جنسه، يحط الهدهد مع الغربان. صحيح كلهم طيور، لكن الهدهد هدهد والغراب غراب. أول مرة أسمعها. انسي فوق عشان ترتاحي يا بنتي، وخليكي تحت وردي عشان ده اللي هتكملي بيه بقية حياتك. هنا كل الاصناف، اللي يحبك واللي مستغربك واللي شمتان فيكي. ايه؟ ايوه. وما فيش نوم الليله دي ولا ايه؟ تعالى يا زكريا زي بنتك برضو. كل دور اطلع عليها واقول بقى دي بنتي، الوش وش بنتي، واللبس لبس ضيفه، ودلوقتي الضيفه مشت بنتي راجعه. الحمد لله على السلامه يا نادره، والنبي انا مبسوطه قوي قوي. ربنا يخليك يا ألفت. يا خال هتنامي جنب نادره وتسيبينا؟ ازيك يا هندي؟ الحمد لله وشك حلو علينا، نبوي خطبني. مبروك 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 نبوي. وانا عشان الخبر الحلو دي هفتح الصندوق واللي يعجب العروسه تاخده، وانت كمان يا ألفت. بجد وبحق وحقيقي. يا قلبي ليه تهوى غزال ومن حظك يهوى الغزال غيرك، أبكي عليه وأسهر ما أنام، ومن بختك يكون قلبك بيغني مين كده وبيتشحتف؟ قول لنجيبه خبره وخبرك. فن فن يا أصداف وجدان، مش كل الكلام حصل له، خليك أرتست. ما هو لو حصل حكايته وحكايتك هتبقى حكاية، والأرتست هتخلي اللي ما يشتري يتفرج. تتشحتف على مين يا بحر؟ إيه اللي جايبك يا أصداف؟ مش قلتلك هنغطسه؟ قلنا نشوفوك غطسان فين؟ مين بقى اللي قلبه هوا غيرك؟ مفيش غيرك يا أصداف، أنت الحقيقة الوحيدة في بحر الحياة. بجد يا سهل؟ أمال يا صدف، أمال مفيش غيرك، ولا قلبي يساع غيرك، ولا طير ينام ليلة إلا وحاضن من الجناح طيرك. حبيبي يا بحر يا مكعيلي. طب أني نروح نقعد على البحر شوية؟ لا ملوش لزوم، أني كده كده ماشي، أني قلت بس نشوفه حبيبي ونتملوا بنور. نفسي أعرف صوت الأغاني ده كل ليلة بيجي من فين جنب القصر.
تسكت تسرح تمشي بالليل. هجوزك يعني هجوزك. ايوه يا ماما 70 مسد كل. يا ماما ما انا قايله لحضرتك ان انا في قرايه فاتحه وخطوبه واحده صاحبتي، لازم افضل مع نهى طول اليوم. حرام يا ماما، دي يتيمه وملهاش غيري. خلاص هسيبها عند الكوافير محتاسه واجي احكي لك يا ماما. انا ماشيه يا نهى عشان حضرتك ما تزعليش. طيب خليني. يا لهوي يا هبه، مكياجك ساح واتبهدلتي. باي يا ماما باي. مين نهى ومين هبه ماما؟ باي. اتنين ما اقدرش اكذب عليهم خالص، امي وابويا. شقيوا معايا قوي يا استاذ يوسف. باين طبعا. ابويا رئيس قطر، بشوفه كل اسبوعين مره، اما اسكندريه القاهره اما القاهره اسوان. ماما تربيه وتعليم، مديره مدرسه. الا صحيح انت بقى بتشتغلي؟ كنت بندرس تاريخ في مدرسه ابتدائي. عارف يا استاذ يوسف، لو كلامك ده طلع حقيقي هتبقى قضيتي وقضيه الجورنال. لو طلع حقيقي ازاي؟ وانا هنكدب عليك ليه؟ زي ما انت طرف في القصه، اكيد في اطراف تانيه كتير. الاطراف التانيه عايزين يهدوا القصر، وبعدين يبنوا مكانه برج سخيف يبعد البحر عن الناس، ويقتلوا مكان مليان فن وحب وتاريخ ومعاني، وارواح لسه جواه بتتنفس. ارواح بتتنفس؟ ايوه. خوفي تطلع انت كمان عفريت. لا انا مش عفريت. لا عفريت.